بزاف ديال المشاكل وقعت من بعد ما حكيم زياش دار واحد شدوينه وخرجوا بزاف ديال الناس وقالوا بان حكيم زياش اخر مره غادي يلعب في المنتخب الوطني، وخصوصا ملي جا الاعلان عن التشكيله وليد الركراكي لم يعلن عن التشكيله، لم يعلن عن قدوم حكيم زياش بسبب اصابه حسب ما قال. والحمد لله الخبر كان صحيح وحكيم زياش غادي يبقى يلعب في المنتخب وغادي ان شاء الله يلتحق بالمنتخب الوطني، ولكن حاليا راه بحاله بحال زياش بحال مزراوي بحال دياز نظرا للاصابه ديالهم، وما يمكنش الفريق ديالهم يجي يغامر بهم. فريق شاريهم بالفلوس طالعين ليه بالثمن ويجيب لك انت لعاب تهرسوا ليه، لان اللعاب سوي فلوس كحله. اذا الخبر اللي كيروج في مواقع التواصل الاجتماعي تيقول بان زياش لن يلتحق بالمنتخب مستقبلا هو خبر كاذب، والحمد لله تم التاكيد ديالو من طرف زياش. وهادشي كيبشر بالخير، رساله واضحه ان شاء الله.